اراده سياسيه. نعم. باش نبدلوا هذه المنظومه الكرويه الفاسده. هذه المنظومه الكرويه الفاسده اللي راهي تصدر لنا الاموال. انا ما نحسدش الجوال. الجوال اللي لا دون دي سبيكتاكل يجو اي دو تيت بيي. بريزيدون وقت تهضر على سبيكتاكل تقول لي الجوال اللي سبيكتاكل ولا الجوال اللي سبيكتاكل؟ سي سون رول. لا سي سون رول. كاين جوال جزائري ما داش لو رول دي جوال سي كوا. بريزيدون بريزيدون انا نهضر لك يا بريزيدون انا مانيش كونتر عليك ولا ان بريزيدون تمد نات ولا بريد 400 مليون ان جوار اللي ما ماركا حتى بيت. واش في حدا كان لاما سالاريا هذا لاما سالاريا تاع خدامين. نعم. قرب 280 مليون اليوم راهي 800 مليون. 800 مليون اللي يجي 50 دي زويد ريدة اغلى واحدة كان دونك طلبولي انا تقول 400 مليون 600 مليون بريد 300 اي كيلك مليون سون بانكير السيد فهمت معاه اون ايتي داكور بور 3 مليون 800 ميل بروت 380 مليون كان جور ابري وسلمنا قدام الماناجر تاعو وكلش 4 5 جور ابري سي روتروفي او سي ار بي قالوا 2 مليار دافونس مسيو سي مينيموم 40 مليار تخلص لي جوار تخلص لي ديبلاسمون لي زوتيل بولوديا على كل حال مديرة الجزائر لو ستاف تكنيك نعم بولوديا الجزائر سون فاليدا بالهضره اركات ماكاش اه هذا نعم ساعتين تفضل انا نقول 40 مليار جو جير ان كلوب بيان تو باي تو الموند بالك ولا كالكو بتي ديت مي با نجيبك 40 مليار لا اسمح لي هذا العام عطاونا 5 مليار سي تو سكون اري هذا مكان هي دابري فو سي كامل Vous gérez un club de Ligue 1 avec 5 milliards, on se fait. Rami Zayed, près de 12 ou 13 milliards, c'est là. السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خالتي وبارك الله فيكم على الدعم. يا خالتي سمعتوا المبالغ اللي سمعتها انا ولا ما سمعتوش؟ يقول لك نادي يدي 120 مليار، نادي يدي 60 مليار، نادي يدي 70 مليار، والرئيس يقول لك 40 مليار يعطوني 40 مليار نسير نادي. ياك عارف شنو معنى رئيس ولا ماكش معنى؟ رئيس هو المسؤول على الفريق، هذه واحدة. انت كي تترشح رئيس انت راك جاي تضيف لهذا النادي، دبر راسك، تجيب عندك مثلا مساهمين، عندك مش عارف انا دخل الملعب، عندك دخل بيع وشراء اللاعبين، عندك فئه شبانيه تطلع وتبيع، عندك ماشي تجي تقول للدوله اعطيني راك رئيس. انت كي تجي رئيس عندك مشروع رياضي، شو هذا المشروع؟ عندي الملعب نديه لصالح مثلا نقولوا حنايا صالح مولودي طهران، عندي مثلا محلات تجاريه اللي ندير لهم محلات تجاريه، عندي ندير نبدا بالمشروع الرياضي، مورا المشروع الرياضي ندير محلات وندير وندير. هذه وظيفه الرئيس. رئيس ما يجيش، رئيس ما يجيش باش يطلب من الدوله تعطيه. دير بري، دير دبر راسك، اشري النادي، دبر راسك، ما تقولش الدوله تعطيه. تعالى داروك بتصيب حلول. الحل ماشي تروح للدوله، الحل تجيبه، تجيبه سواء مشروع اقتصادي للنادي، عندك رجال اعمال، وعندك مثلا اشهارات عقود رعايه كذا كذا كذا. ثم كي تجي تشوف دير حوصله مثلا، انا نطيق نجيب 10 ملاير، نشوف فئه الشبانيه شحال طلع لي من لاعب، طلع لي 5 ولا 6 لاعبين، اللاعبين القدامى عندي 4 5 نشدهم، اضافه عندي 10 ملاير، عندي الخلصه تاع هذو مع هذو تبقى لي 4 ملاير، نجيب نروح للدوري قسم الهوات ولا، ونجيب لاعبين عندهم قيمه احترافيه، ولا نجيب شباب صغار ونسير الموضوع. بصح حتى تقول لي يعطوني 40 مليار انتقالات وصوالح، تسمى تمارين ما دير والو، يجو يعطوك الدراهم تصرفهم، والعام الجاي ثاني يعطوك 40 مليار، والعام الجاي اللي موراه تزيد الحياه اغلى 50 مليار وكذا. هذا احتراف راه فهم خاطئ، فهم خاطئ. واحد يقول لك نتسلف، واحد ما تتسلفش. انت كرئيس عندك الامكانيه تضيف، تضيف، ما عندكش الامكانيه حبس اجبد بعيد، ما عندكش شي دير. لازم الرئيس كي يجي يستقل بالفريق، يا تشريه ويكون ملكيه لك، ومن بعد دبر راسك انت والجمهور، تصرف عليه، دير له ملعب، دير له منشآت رياضية، تبدا بالمشروع الرياضي، ثم تروح للمشروع الاقتصادي، ومن بعد المشروع الاجتماعي. المشروع الرياضي كل ما هو ملعب
والمحاور تاعو او المرافق تاعو، المشروع الاقتصادي تقدر دير مول، تقدر دير نقل حضاري، تقدر دير محلات تجاريه، عندك بزاف امور، تقدر شركات صناعه البسه رياضيه، شركات وعندك انت ملك للنادي اي ملك لهؤلاء هذه الشركات حاجه. او بعد تروح للمشروع الاجتماعي، تقدر سكنات اجتماعيه مثلا لعمال النادي، للاعبين القدامى كذا، ويخلصوك بشويه ولا على كيما حنا نقولوا هنايا. مثلا واحد لاعب يجي يلعب في اتحاد العاصمه ويبغي يسكن في الجزائر، عندك تا سكنات، تبيع له سكنه، تنقص له من العقد تاعو، تتفاهم معاه. هنا اجتماعي كيما حنا نقولوا عمال، عمال يخدموا في النادي او في الفريق، احنا ما عندناش نادي، عندنا فرق، يخدموا في الفريق، دير لهم محل سكن، وتقطع لهم الشهريه تاعهم. هذا كما احنا نقولوا مشروع اجتماعي. اما المشروع الاقتصادي، عندك مثلا نعطيك خاوتي قالوا لي ما تهضرش على مثلا على النادي الاهلي والمصري، لازم نعطيو خاطر تجربتهم، ما نطيقوش نقارنوا بالاوروبا، نقارنوا بهذو اللي حدانا. النادي الاهلي، تدخل للنادي الاهلي اول حاجه دايرين المقر الاجتماعي او مقر الاداره، دايرين مقر الاداره وحده هذا في النادي، ثم تدخل المقر الاجتماعي كل ما يخص متعاملين مع هذا النادي، سواء مشتركين، سواء اللي يدخلوا ويخرجوا، اللي يدخلوا يشربوا قهوه كما حنا نقولوا، يشربوا اتاي، كل هذه عندهم اداره مختصه. علاه تدخل تبدا كاين محلات تجاريه، مول كما حنا نقولوا من افخم ما يكون، فندق صغير فندق صغير للاعبين وغير ذلك من الامور. تدخل سيب مش عارف انايا مقاهي، مطاعم وغيرها من الامور الكثيره. من بعد في نفس النادي تصيب الرياضات الاخرى، مثلا رياضه السباحه، يجوا يدخلوا لي بارون تاع اللاعبين او تاع الهيزاتلات يتفرجوا عليهم. عندك اول حاجه اللي مستفيدين منها هي الاشتراكات السنويه، عندك مثلا انت ولدك يلعب في النادي، تايا تبغي تفرج على ولدك لازم دير اشتراك، دير اشتراك ليك واشتراك لولدك على مستوى العام بسعر رمزي، مثلا حنا نقولوا مليون للعام، تا ولدك مليون للعام، زوج ملايين مثلا. نقولوا حنا نادي مولودية الجزائر عنده مش عارف شحال من سيبورتير، عاود شحال مشترين، نقولوا 100,000، احسب 100,000 واحد يدفع مليون في العام، حنا قلنا مليون، مليون هو مليون ولده ومليون كذا ومليون مش عارف شحال، قولوا 100,000 واحد كل شحال تتقام الله اعلم. وزيد بيع الأقمشة، محلات تجارية، تكون مركز جاردن شابة، دايرين حتى الجامع، هم كيما هما عندهم جامع وكنيسة، دايرين لهم جامع وكنيسة، الناس وين تواسي، الناس تدخل كي يدخل مصباح ما يخرجش حتى عشية، خاطر كاين كلشي موفر، الأمان، لي سيكيريتي، تا عائلتك الدور، تا مش عارف أنا بويك تمشى، وغيرها من الأمور. هذا المشروع الإقتصادي. هنا النادي صاي ما يسحقش، يبدا يسحق لشركات الراعيه، مثلا شركات اتصالات، شركات ضخمه، مصانع كبرى، مصانع سيارات، انت هذيك زياده للنادي. هنا تكبر النادي وتكبر ايرادات النادي اي المداخيل، وتكبر وتكبر. هنا ها شوف السياسه الاقتصاديه، بس حتى تجي تبدا تعطيني اعطيني 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 اعطيني، او كيما قال لك حكيم الصحفي حكيم قال لك ما لبالك هذا يا خوتي، هذا الاحتراف لكم فيه منهم، كي جدد كيقدم، ما هوش احتراف. انت تشوف مثلا، نعطو مثال، وفاق سطيف جاو خمسة أو ستة، جا سرار حليمية، جا الرئيس جديد وكذا وكذا، ومن بعد يطالبوا ساف، يستاهلوا كيما وفاق سطيف، تستاهل شركة تدعمها، لكن انت كرئيس عليه جيد، كي راك تحوس على شركة عليه جيد، واش دور الرئيس؟ سما ترجع موظف ولا ما فهمناش؟ سما احنا ما كاش رئيس في الجزائر، كان موظف لدى شركة، هذه اللي باغي نفهمها. شاو دور الرئيس من الاحتراف، انت اسكو عندك الامكانيه تجيب وتضيف ولا ما عندكش؟ سي صار اللي ما دخلت ليش في راسي انا، الرئيس اللي يجي راه يحوس يجبد الدراهم، الرئيس اللي يجي يقول لك انا عطوني شركه، يا وانت شاو الدور تاعك؟ كي نعطوك كي تعطيك الدوله، سما الدوله تشوف تمحيكم كاع وتخلي تخلي الشركات هي تسير. هي بزاف بزاف ثقافه كي دايره ما تفهمش. انا من بعد يجيك رئيس يقول لك الوالي ما عاونيش، يبدي كيف يعاونك؟ راك رئيس، علاه جيت؟ علاه جيت؟ رئيس جيت عندك 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين،
حط البروجي تاعك ودخل دبر راسك بزنس على روحك، بزنس في اللاعبين، ومن بعد الجمهوريه ياكلك تاكلو. بصح باش تجي اعطوني اعطوني اعطوني، هذا لا احتراف لا انحراف، ما فهمناهاش. ما هو احتراف ما هو انحراف خاوتي. المهم خاوتي هذه هي، ومن بعد نزيدو نديرو نواصلو في هذا الموضوع. والسلام عليكم وتهلاو في روحكم.